صباح الخير. فقط هيك احلى اليوم عندنا موضوع لذيذ وحلو كل الصبايا بيسألوا عنه دائما وكيف ممكن يعملوها، اللي هو الجدايل باشكال مختلفه. اليوم راح افرجيكم جدايل الشعر القصير وكمان الشعر الطويل، فتابعونا بهيك احلى مع عاصي وناصر بيوتي سنتر. عاصي كيف حالك؟ تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. اخر مره لما كنا مع بعض عملنا اللي هو الشعر بالاكسسوارز اللي هم اكسسوارات بزينوا التسريحه اللي كنا نعملها بالشعر. مظبوط، انه كيف نستخدمه. بالضبط. هلا اليوم بدنا نعمل ستايل اللي هو هيك اشي للصيف لذيذ، البنات اخر فتره كثير عم بيعملوا كثير عم بحبوه، بزبط لاكثر من اشي، فاليوم حسب ما انت هيك حبيت تعمل اكثر من ستايل الجدائل. مظبوط. فاليوم اكمل ستايل نعمل؟ ثلاث ستايلات. اللي هو الطوق والجدايل وان سايد ثلاث والبونيتيل والجدايل على الشعر الطويل. اوكي، اذا عندنا ثلاث ستايلات ايش نبلش اول شيء؟ اول شيء بدنا نعمل وان سايد والفرق الغرة العالي اللي بتناسب كل شيء. اوكي، اللي هو بدنا نعمل جدايل على الجنب. اوكي، اذا هم كم من وحده؟ ثلاثه. اذا عاصي في عندنا كم من اداه نستخدمها، او مثلا اذا قلنا مثلا مشط معين او شيء للجدايل، ايش هم الاشياء اللي بتستخدمها؟ هلا بنستخدم مشط الدنبه هاد بونتا، بنستخدم السبراي عشان يشيل البيبي هير ويضله محافظ على شكل الجدله. اوكي، والبوكلت السوداء العاديه. اوكي، اذا هدول الشغلات اللي بنحتاجها اللي هم ثلاث شغلات هذول. اوكي، اذا بزبط الستايل اللي نعمل اليوم على شعر معين ولا على كله قصير؟ هلا انا بدي اعمل لك هدول راح يكون على ستايل القصير، ثلاث جدايل والطوق. وراح اعمل لك الثلاث جدايل من قدام على الشعر البونيتيل الاسود طويل، اللي هو طويل. كمان شو حنشوف الصبيه كمان. اوكي، اذا بدنا نعمل ستايلين للشعر الطويل والشعر للشعر القصير. وهو بس بالعكس يعني بناسب الجهتين، بس ايش اللي بناسب اكثر للقصير راح اعمل وايش بناسب اكثر للطويل راح نعمل. حلو. اوكي، وكيف الاقبال على ستايل الجدايل اخر فتره واكثر شيء؟ هو صار لها سنتين كثير ماشيه والناس كثير متقبلتها بطريقه يعني حلوه، وحتى هلا احيانا بنعملها للعرايس كثير يعني، بس بشكل كلاسيك بتكون، بس احنا اليوم رح نعمل بشكل انه كاجوال. ممكن نزيد عليهم زي مثلا المره الماضيه حتى نعمل دول اكسسوارات صغار؟ في له اكسسوار معين بنقدر نستخدمه ما في مشكله. اوكي، اذا نبلش؟ يلا. رح استخدم اول شيء المشط، بعدين رح استخدم السبراي بنرش عشان الشعر البيبي هير الموجود عشان اقدر اقسم الشعر. نعمل هيك بهاي الطريقه. بدنا ناخذ اول وحده هيك ستريت، طبعا بكونوا الثلاثه نفس المستوى عشان ما يبين شكلهم. نعمل هيك سهل عاصي تنعمل نوعا ما بالبيت ولا احسن نتيجه على الصالون؟ هو اذا كان حدا بيعمل لك اياها سهل، بس انه تنعمل بالبيت لحالها لا، يعني بالصالون اسهل. هلا بنستخدم الشيء الثالث اللي هو بوكاسود، نعملها هيك. هلا بناخذها بهاي الطريقه، واحدة فوق، بعدين بناخذ شعر عادي، بعدين تحتيها، بعدين شعر عادي، بعدين الثالثة عشان ما يعطي خمن من هون. هلا بدنا ننفش الغرة شوي عشان بدي افرجيكم الستايل من داخل. هلا ممكن نعمل كمان أكثر من ثلاثة على جنب عاصي صح؟ عجلاً ممكن تعمل واحدة تنتين ثلاث، بس أفريكان نعمل أربعة. أفريكان أربعة؟ أربعة أو خمسة حسب. هتعرف هلا كنت عم بفكر إنه كيف زمان أو لهلا حتى أفريكانز بيعملوه كله، فقد إيه بياخذ وقت، عرفت؟ بياخذ ساعتين، وبتحسه هيك مبين كله نفس المستوى، بس الأفريكان بضاين أسبوعين يعني. هذا بضاين يومين ثلاث بس مش أكثر.
وليه هذاك بضاين اكثر، مواد اللي بيستخدموها ولا هي نفس؟ لانه بيستعملوا مطاط وشده الشعر، المطاط تبعه قوي، احنا حطينا هلا بوكله، والفرق انه بيستعملوا مطاط صغير بتضلها ماسكه الشعره طول الوقت، لما مع الحمام ما بيداين ما بيخرب. في هلا كمان موضه عاصي اليوم بركي شفناه انت كمان حكيت لي عنه من هيك، اللي هو الناس اللي بتحب، يعني في كثير بنات اللي بيحبوا يخففوا الشعر من هون، في كثير بنات بحبوا يخففوا تقريبا على الاخر، وفي بنات بحبوا يخففوا شوي بس يكونوا من هون اطول. بس هاي الطريقه اظن كمان بتفرجيهم شكل الوجه اذا انت حابه تخففي، هل بلبق او ما بلبق؟ او ما بلبق مضبوط. صح؟ هو انا بهاي الطريقه لما اجي اقص هاي القصه كنت اشد الشعر كثير او اعمله جدله وافرجيها لك فبيبين معها كيف الستايل. شو بتعرف اذا صار واحد من هون مخفف كثير مصيبه، شو بدي اطول بعدين. فهيك اظن يعني اذا بيعملوها كبدايه بقدر يشوف الوجه. طيب اوكي اذا حلو، اذا نشوف هلا كمان هلا بدي اعمل لكم الشكل الثاني اللي هو الطوق. اذا عاصي هلا للناس اللي هلا بلشوا كمان يتابعوا الفقره، احنا اليوم عم نعمل جدايل، واول ستايل رح نشوفه، شفنا اول ستايل اول شيء، وهلا رح نكمل ثاني ستايل على الشعر القصير. فهلا ايش بدنا نعمل بالضبط؟ هلا هو ثاني ستايل على شعر قصير اللي هو شكل الطوق، ببين كانك حاطه طوق بس هو بنفس الشعر عشان ما يبين الغره هاي. اوكي اذا هي جدوله جدوله هي بنعملها فوليوم شوي ببين طوق. حلو اوكي هلا بفرجيكم كيف بنبلش. يلا راس عشان نكون كمان اوضح، انه انت اخذت بلشت من الطرف اوكي وعم تمشي بالجدوله وبتاخذ من فوق من الغره وبتجدل معها. مزبوط باخذها على الشكل هيك زي الخطوط وبجمعهم ببعض عشان بالنهايه يعطيني شكل طوق. هلا تشوفي هالفنش. اول ما حكيت طوق فكرتك رح تعمل وحده طويله ورح تمسكها تحطها للجهه الثانيه، يعني ما كنت عارفه انه كل الشعر رح يتجمع مع بعض. بس مش جد مش معقول شو حلو، يعني هلا كمان رح نشوفوه هو اوضح بس يخلص، بس كثير حلو وهيك ناعم بنفس الوقت هيك كلاسي ما بعطي شيء كثير لذيذ. وهلا نفس الشيء رح نثبت بهي الطريقه هون عشان نغطي طرف الجدول. رح انفش من هون شوي عشان يعطيني شكل مضبوط للطوق. ننزله هي واخر شيء بنعمل هيك هيك. اذا العاصي هلا في عنا الشعر الطويل واللي هو كمان اغمق من اللي كان عنا قبل شوي، برضه بدنا نكمل ستايل جدايل. فايش تقدر هلا تحكي لنا بدك تعمل؟ لا رح افرجيكم ايش رح نعمل للشعر الطويل، بدنا نعمله بالطريقه هاي بونيتيل نرفع لفوق. بدنا نعمل ثلاث جدايل من هون افريكا رح يكونوا موجودين، بس رح يزيد علينا غير السبراي والبوكر المشط اللي هو المطاط الموضوع عشان نربط فيها الشعر البونيتيل. هلا رح افرجيكم كيف بدنا نقسم عشان ثلاث جدايل، رح ناخذ هدول لحال اذا اهم شيء بهدول عاصي يعني مثلا بهاي قصدي التسريحه او اذا بدنا نحكي الجدايل بدنا نعملهم لتقسيمة الشعر تكون صح. اهم شيء تقسيمة الشعر عشان ما يعطينا شكل الوجه اعوج او ناقص او شيء او صح. بس هلا فرق الشعر عاصي جد ببين الوجه زي كانه مثلا فيه ميلان محدد اذا كان غلط؟ اكيد طبعا. ما رح أعليها كثير، رح أخليها لنص الشعر بالضبط عشان يعطيني الشكل الجدايل ينتهوا لحد هون. اوكي. عملناها بطريقة سمبل للأيام العادية. هلا رح أفرجيك كيف بدنا نقسم الشعر من نص العين بالضبط لنص العين بالضبط. حلوة على فكرة هاي المعلومة. من نص العين نفرق الشعر لنص العين الثاني. إذا عاصي هلا الجزء اللي مش مجدل، إيش بدنا نعمل فيه؟ هلا رح نلفه على شكل دائري على البونيتيل
عشان يعطينا شكل طبيعي ويتغطى المقطب ويتغطى البوكال. ناخذها على شكل زاويه من هون. اذا عاصي في كمان ناس بتستخدمه عشان يعمل الجدايل اللي هو ماده الواكس، انت هون بس استخدمت السبراي، فشو الفرق بينهم وايش بتفضل انه الشخص يستخدم؟ هلا انا استعملت السبراي عشان يعطيني اللوك الطبيعي، عشان ما بدي يبين فيه لمع. هلا الواكس بيعطيك بضب الشعر بس ببين مزيف بلمع كثير، بعد انا بحب هذا اللوك يبين ناتشورال طبيعي وتكوني مرتاحه فيه، مش انه والله تحت الشمس ضامي. إذا عاصي أنت تركت الأطراف مفلوتين بدون أي جدايل، طب ليش؟ هلا أنا شديت الأطراف وعملتهم بهاي الطريقة، أخذت 3 جدايل عشان يناسب للأيام العادية وللمناسبات إذا حبت تروح. إذا بدي أعمل لك إياه كله جدايل بهاي الطريقة ما بيلبق إلا لإشي واحد اللي هو البحر، أو إنه رايح على رياضة أو إشي، هاي بتناسب لكل إشي. هلا اخذناه من الطريقه هاي، انه من طرف العين هون لطرف العين هون عشان يعطيني هذا اللوك الدائري، ما يعطيني عوج او هذا. لو كانت طالعه لفوق شوي بتعطي انه هاي العين اكبر من هاي، لو كانت نازله بتعطيني انه في عوج بالوجه من هون اكثر من هون. صح، اذا بنرجع بنتذكر كمان انه عاصي انه اهم شيء انه يتاكد انه الفرق صح. نعم مزبوط، لازم اهم شيء يكون مقسوم صح. حلو، ايش ضل هلا بدك تكمل عن الستايل؟ هلا نعمل بان بهذا الشكل بس بالجدلة من هون، ومن هون يكون مسحوب. أنا عاصي من صالون عاصي وناصر، أنا بحب أشكرك وأحكي لك ثانك يو كثير كثير حلوين. وبس قبل ما أنهي أنا حابة بس أذكر اللي عم بيشاهدونا إيش اليوم نحن عملنا. عملنا إحنا 4 ستايلات جدلة، عملنا للصبية الأولى 3 جدلات من الجنب، وعملنا لها الطوق من الدان للدان هون عشان الشعر القصير، وللصبية الثانية هون عملنا لها بونيتيل، عملنا لها 3 جدايل من نفس الشيء، عملنا جدله من ورا وعملنا كعكه، فانه بنقدر نعمل اكثر من شكل بالجدايل بس حسب ايش انت حابه تعملي. اوكي، اذا شيء كثير حلو وان شاء الله كمان بكونوا حابينه. شكرا لك. ثانك يو. هيك بكون وصلنا لنهايه فقرتنا اليوم من هيك احلى. اليوم شفنا مع بعض اكثر من ستايل للجدايل، للشعر القصير وللشعر الطويل. ان شاء الله تكونوا حبيتوه وتابعونا الفقرات الجايه.